في حدث مهم جدا في أكتوبر 73 هو الثغرة. كيف استطاع العدو أن يفتح ثغرة إلى الضفة الغربية للقناة ويعبر منها بمدرعات؟ الحكاية دي حصلت في المنطقة الحاكمة بين الجيش الأول الجيش الثاني في الشمال والجيش الثالث في الجنوب عند الدفرسوار. المنطقة دي كان راصدها العدو وكان حاطط خطة وخطة جيدة ومحكمة واتنفذت كويس انه يعبر من هذا المكان علشان يفتح ثغرة في الدفاع الجوي اللي موجود في الغرب بحيث ان الطيران الاسرائيلي بعد كده يقدر يعدي من القناة من غير ما يتعرض للدفاعات الجوية او لحائط الصواريخ، يبقى في ثغرة مفتوحة. ده الهدف الرئيسي يعني، وفي نفس الوقت الهدف النفسي والعسكري ايضا بوجود قوات معادية غرب القناة، وده حصل ونجحوا فيه. نجحوا فيه بـ 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 بأداء جيد لأنه كانوا بيتبعوا فيه أسلوب المعارك الخاطفة أو العمليات الخاصة، يعني مش حرب تقليدية، عمليات خاصة فعلا قدروا ينفذوها. وكان القائد بتاع هذه الوحدة فعلا من القيادات الإسرائيلية المتميزة واللي دارسة واللي عندها جرأة، وده كان عمل فيه مغامرة لكن نجحوا وعبروا وكانوا وتواجدوا غرب القناة من عند الدفرسوار. الحكاية دي مش واخدة حقها في رد الفعل المصري بعدها. كان القيادات المصرية موجودة في الموقع 10 اللي هو المركز الرئيسي للقيادة اللي كان بيقود العمليات كلها، وكانوا ابتدوا يفكروا في كيفية التعامل مع الثغرة. سعد الشاذلي كان رئيس الأركان، وسعد الشاذلي ده على فكرة يعني عبقرية عسكرية لا خلاف عليها رغم كل اللبخ اللي حصل بعد ذلك. سعد الشاذلي قال أنا عندي خطة وجاهزة لتصفية هذه الثغرة تماما، هسحب لواء مدرع هيجي من الشرق يواجهها من الغرب، يواجه قوات الثغرة دي من الغرب، وفي نفس الوقت الجيش الثاني هيهاجمها من الشمال، وبعدين الجيش الثالث بعد ما هم قطعين الثغرة دي قطع الطريق عليه وشبه محاصر هيبتدي يتحرك شمالا، فيبقى عندنا ثلاث جهات بنحيطه بيها، هيبقى ما فيش قدامه غير جهة الشرق بس هي المفتوحة عشان يا إما يدمر يا إما ينسحب منها. سعد الشاذلي شرح الخطة دي في غرفة العمليات وعرضه السادات، واللي وافق كمان السادات على وجهة نظره لأنه ما كانش قادر يعرض السادات وكده كان وزير الدفاع علي إسماعيل، أحمد إسماعيل. وبعدين السادات قال أنا وما سحبش ولا جندي واحد من الشرق، كويس كلام كويس. سعد الشاذلي قال له لا هو ده لواء مدرع واحد ونبقى نصف القاعدة ويبقى يعبر يا سيدي الشرق. أبدا وجهات النظر دي اختلفت داخل غرفة العمليات إذا الثغرة لسببين. السبب الأول أن كان الأثر النفسي لسحب أي قوة من الشرق ده بيخوف القادة أو بيقلقهم. السبب الثاني وهو الأهم أن كان الرئيس السادات له رؤية سياسية في هذا الأمر. ليه؟ هو كان عايز يصل بعد ذلك إلى اتفاقية سلام، وكان واضح جدا أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كانوا حيضمنوا اتفاقية سلام تسمح بانسحاب إسرائيل إلى خطوط 67 ما عدا طابة. المهم الرؤية السياسية للسادات في هذا الأمر لم تكن مقبولة لدى الفكر العسكري اللي بيلتزم به سعد الشاذلي، ولذلك سعد الشاذلي انفعل. حتى السادات لما عبر عن الحكاية دي قال سعد كان جه فقد أعصابه وحاجات زي كده. الحقيقة سعد الشاذلي أنا قابلته لما أول ما بقى في تخلصوا منه يعني ورايح لندن، وبعدين لما رجع مصر
وتم القبض عليه ومحاكمته واتحكم عليه بالحبس وبعدين افرج عنه وكده. ورحت له، حتى انا رحت له بيته القديم في مصر الجديده، لقيته عزب منها، كان عنده فيلا هناك جنب فيله حسني مبارك، وكان واخد شقه في مصر الجديده. المهم قعدت معاه ثلاث مرات واتكلمنا في موضوع الثغره ده بكل صراحه، وقال لي وجهه نظره. ما عبرش طبعا عن وجهه نظر السادات، لكن الكلام اللي قاله سعد الشاذلي ما اقنعنيش قوي، باعتبار ان هو كان له موقف ضد السادات وضد كذا، وكان عايز هو من الناحيه العسكريه يصفي الثغره ويحقق انتصار ما يبقاش فيه كذا. لكن الحكايه دي فضلت في دماغي الى ان من حوالي سنتين او سنتين وشويه قريت في على النت في موقع، هناك موقع جامعة جورج واشنطن، في وثائق بيزعوها أو بينشروها. هذه في وثيقة رقم 136 دي عاملها ومقدمها واحد اسمه الأدميرال توماس مورير. توماس مورير قايل بيتكلم على الثغرة في هذه الوثيقة، وسهل ان واحد يعني يطلعها من على النت، وثيقة 136 في موقع جامعة جورج واشنطن. بيقول ايه فيها؟ بيقول فيها ان عبور الدبابات الإسرائيلية الى غرب القناة لم يكن اكثر من غارة على الدفاعات الجوية المصرية وفتح ثغرة في حائط الصواريخ المصري، ولم يكن في استطاعتهم الاستمرار طويلا او البقاء طويلا غرب القناة. لكن اللي حصل ان احنا قبلنا وقف اطلاق النار بعد الحاح، على فكرة اسرائيل هي اللي كانت طالبة وقف اطلاق النار واحنا كنا رافضين، لكن قبلنا على اساس ان يبقى ضامن موسكو وواشنطن معا في ضامن لوقف اطلاق النار اللي ما التزموش بيه على فكرة اسرائيل قوي. المهم وان احنا نبتدي المفاوضات بتاعت السلام اللي كانت حتة الثغرة دي بقى بتنقذ ماء وجه اسرائيل وتخلي المفاوضات تبقى سلسة اكتر، علشان ما يبقاش هزيمة ساحقة على كل الجبهات وان الثغرة دي اتقلبت على العدو الى اخره. فهذا الكلام الحقيقه كان بيعبر عنه او هي رؤيه السادات للامر اللي هي اشمل من الرؤيه العسكريه اللي كان بيعبر عنها سعد الشاذلي. وفي الاخر طبعا انتصرت وجهه النظر السياسيه وانتهينا في الاخر الى اتفاقيه السلام. وكان من راي السادات او الناس اللي حللت الكلام ده بعد كده قالت ان لولا ذلك ما كانش اتفاقيه السلام او مباحثات السلام هتبقى سلسه أو موجودية، أو هيبقى نتائج تحقق الهدف الرئيسي لمصر من الحرب، لأن الحرب مش هي الهدف، الحرب وسيلة، إنما الهدف بيبقى سياسي، وهو الهدف السياسي اللي كان في ذهن السادات وهو انسحاب إسرائيل من كل سيناء ما عدا طابة. وطابة طبعا خدناها بعد كده بالتحكيم الدولي اللي طلع في صالحنا ورفعنا العلم المصري عليها، وبذلك انتهت الحرب سنة 73 أكتوبر 73 إلى تحقيق هدف صحيح كان له مقابل وهو السلام مع إسرائيل، لكن الهدف العسكري تحقق والهدف السياسي تحقق، وتحررت كل تراب سيناء وكل زردة سيناء في كل زردة تراب في سيناء.